شلون تقدرين تسمعين تنبيهات طفلك من قبل لا يتكلم؟ الأطفال اللي يعانون من ضمور العضلات الشوكي يظهر عليهم ضعف عام في الحركة ومرونة غير طبيعية في العضلات مقارنة بالأطفال اللي في مثل سنهم. أيضاً قد يعاني طفلك من صعوبة شديدة وملحوظة في التنفس وتناول الطعام أو البلع، بالإضافة إلى تأخر في الأنشطة الحركية مثل الجلوس، الزحف أو المشي. قد يكون أحد العلامات اللي يحاول ينبهك فيها طفلك إنه مختلف عن البقية، طفلك مختلف لأنه غير، لأنه مميز عنهم، وعشان كذا لابد من أنك تاخذين لعيونه خطوة. إذا لاحظتي أي من العلامات السابقة ننصحك فوراً بالتوجه إلى الطبيب المختص والتأكد من أن طفلك لا يعاني من أي أمراض جينية. بكر خطوة وبادر بالكشف، وعشان تعرفي أكثر عن المرض تابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي.